حضرنا هذا اليوم دعوة الأستاذ بشار كيكي للوقوف على مشاكل اتحاد الصناعيين والصناعات بصورة عامة، وكانت من ضمنها شريحة المطاحن الأهلية. وبكوني ممثل مطاحن محافظة نينوى الأهلية، بعد أن حصلت موافقة على تشغيل 7 مطاحن من أصل 11 مطحنة، 3 منها تضررت نتيجة العمليات العسكرية، فطرحنا بعض المشاكل ومنها بضمنها عودة التيار الكهربائي للمطاحن الأهلية. ثانيا بالنسبة إلى موضوع الزيوت والوقود لتزود بها من قبل المنتجات النفطية. وثالثا هم بالنسبة للقوات الأمنية البطلة للسماح بدخول وخروج العجلات من وإلى السيلوات إلى المطاحن الأهلية. فالأستاذ بشار كيكي توعدنا خير من الرجل، وأخذ المشاكل الصناعيين بصورة عامة ويطرحها خلال اجتماع المجلس الموقر يوم الثلاثاء المقبل بإذن الله تعالى. تم اليوم بعون الله عقد اجتماع للسادة الصناعيين بالتنسيق بين غرفة صناعة نينوى والسادة رئاسة مجلس محافظة نينوى. كان هذا الاجتماع الأول للسادة الصناعيين في المحافظة مع السيد الأستاذ بشار الكيكي. تطرقنا في هذا الاجتماع إلى مشاكل عديدة التي يعاني منها السادة الصناعيين في المرحلة الراهنة، وخرج هذا الاجتماع في توصيات جيدة، وسنتواصل إن شاء الله دائما مع الحكومة المحلية لتنفيذ هذه التوصيات وتشكيل هذه اللجان. وأكد السيد رئيس المجلس على أهمية الاستقرار وتجديد السادة الصناعيين على تشغيل معاملهم وإعادة الماكنة الصناعية إلى المحافظة للنهوض بهذا الاقتصاد، وأكدت الحكومة المحلية دعمها الكامل والمطلق إلى القطاع الخاص في ناحية التشريعات الجديدة التي سوف تصدر من المجلس، أو في مطالبة الحكومة الاتحادية في بغداد للقضاء على الصعوبات وتذليل كل المشاكل التي يواجهها السادة الصناعيين، وبالتوفيق إن شاء الله من الله. تم اليوم عقد اجتماع مع السيد بشار الكيكي حول المشاكل التي يتعرض لها القطاع الصناعي في محافظة نينوى بعد التحرير، وتم التوصل إلى عدة نقاط مع السيد رئيس المجلس، من ضمنها افتتاح المصرف الصناعي في أحد المناطق المحررة، من ضمنها التأكيد على تعويض المصانع المتضررة نتيجة الحروب ونتيجة السرق والنهب التي تمت أثناء احتلال داعش. بصراحة كان رئيس المجلس جدا متجاوب معنا، وقرر أنه بعد شهر من الآن راح يكون اجتماع آخر موسع أكثر من هذا الاجتماع، حتى نشوف التوصيات اللي خرجنا بها اليوم شنو اللي راح يتطبق منا. وعدنا الرجل أنه خلال 10 إلى 15 يوم راح يتطبق أغلب التوصيات، طبعا هي تحتاج إلى وقت أكثر، وطبعا المشاكل كثيرة وما تنتهي باجتماع واجتماعين. راح نفاتح عن طريق رئاسة المجلس الدوائر الحكومية اللي لها علاقة بمشاكلنا، اللي هي مع البلدية أو مع المصرف الصناعي أو مع الجهات الأمنية، كلها الرجل تعهد أنه يكون معنا في جميع هذه المشاكل. فإن شاء الله احنا نتأمل خير أنه عن طريق هذا الاجتماع راح تكون اجتماعات أخرى حتى نبدي نرجع مكنة الصناعة من جديد إلى المحافظة نينوى، وفي سبيل ننهض بالبلد من جديد بعد النكسة اللي حصلت أثناء احتلال داعش.